بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة. سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان كيفية إيجاد عبارة دالة من البيان للسنة الثالثة ثانوي رقم واحد. أنصح به شعبة العلوم التجريبي والتقني الرياضي والرياضي وحتى شعبة سير واقتصاد، حيث قال لتكن F دالة عددية معرفة على R يعني من ناقص من هنا إلى زائد من هنا كما يلي: ب F لإكس تساوينا ماذا؟ تساوينا A X زائد B في أسية سي إكس، حيث A B و C أعداد حقيقية. قال C F منحناها البيان الممثل في معلم متعامد متجانس O E G في الشكل المقابل. ها هو منحنى هذه الدال F. قال واحد، حدد من البيان F لصفر و F لواحد و F فتحة لنصف. ثانيا قال استنتج عبارة الدالة F، يعني المقصود هو إيجاد ثوابت A و B و C. إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل. إذا ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول، حيث قال واحد، حدد من البيان صورة الصفر وصورة الواحد بالدالة F وصورة النصف بالدالة المشتقة، يعني F لصفر و F لواحد و F لفتحة لنصف. إذا نكتب هنا ماذا؟ تحديد. أولا عندنا F لمن؟ إذا ننطلق ب F لصفر. نأتي الآن، ها هو الصفر أبنائي. تعالوا نبحث عن المنحنى. ها هو المنحنى، أين يتقاطع في هذه الترتيبة اللي هي كم؟ ناقص اثنان فقط. ثم نأتي الآن إلى F F لواحد. نذهب إلى الواحد، ها هو الواحد. الآن هنا يتقاطعان مباشرة، لما يتقاطعان هنا هذه مع المنحنى مباشرة نسقط على محور الترتيب، كم نجد؟ نجد صفر، فنقول صفر. دائما مثلا يقول لنا F لناقص واحد، معنا نأتي إلى هنا ثم نسقط هكذا، فتصبح لنا F لناقص واحد كم تساوينا؟ ناقص نصف. حتى تفهموا الفكرة جيدا، إذا دائما نذهب إلى الفاصلة ونبحث عن المنحني، لما نجد نقطة تقاطع نسقط على محور التراتيب لإيجاد الصور. ثم عندنا ماذا؟ عندنا F فتحة لنصف، ليس F لنصف، F فتحة لنصف. تعالوا الآن يا أبنائي، ها هو عندنا النصف. لو نسقط هكذا، الكثير يقول هنا، لا يا أبنائي، هذه لو نلاحظ جيدا منحنى هذه الدالة في هذا المكان يقبل مماسا أفقيا. انظروا، لأنها قيمة أعيد هذه في هذا المكان، إنها قيمة حدية محلية. كيف هي؟ صغرى. والقيمة الحدية المحلية يكون عندها العدد المشتق كم يساوي؟ يساوي الصفر. هذه احفظوها أرجوكم، يعني F فتحة لنصف يساوي كم؟ صفر. لماذا؟ لأنها قيمة قلت حدية، يعني مثل الحفرة أو الجبل، يعني في هذه الأماكن. انظروا هكذا، هنا تكون المشتقة كم تساوي؟ تساوي صفر. وهنا تكون المشتقة كم تساوي؟ تساوي صفر. أما في الأماكن الأخرى لا نعلمها. في القيم الحدية المحلية الحفرة، هذه مثلا نسميها كذا في الفيديو، نقول حفرة مثلا، وهنا مثل الجبل، تصبح لنا هنا العدد المشتق يساوي الصفر، لأن هنا يوجد لنا مماس أفقي. مماس أفقي معناه معامل التوجيه، كم يساوي؟ يساوي لنا الصفر. حتى نفهم الفكرة جيدا. بعدها ماذا قال أبنائي؟ بعدها قال استنتج عبارة الدالة F. نأتي الآن إلى السؤال الآخر الذي قلنا، قال استنتج عبارة الدالة F. إذا نكتب هنا استنتاج عبارة الدالة F، يعني بلغة أخرى إيجاد الثوابت. من هم الثوابت؟ A B و C. ركزوا هنا أرجوكم. أولا نحن عندنا عبارة الدالة، ها هي أمامكم. انظروا، أولا ماذا نملك؟ نملك أنه F لصفر يساوي ناقص 2، معناه نعوض هنا بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر ونجعله كم تساوي؟ ناقص 2. دقيقوا الآن، فماذا تصبح؟ تصبح لنا A في صفر هي صفر، فيصبح لنا B في أسية صفر يساوي ناقص 2. قلت عوضوا في مكان كل X بصفر وضعوها كم تساوي؟ ناقص 2. تصبح لنا ماذا؟ هذا يذهب، تصبح لنا B في أسية ماذا؟ صفر في C هي أسية صفر، وأسية صفر كما تعلمون أن أي عدد قوى صفر كم هو؟ إنه واحد. فتصبح لنا B، لأن هذا يعطي لكم كم؟ واحد. تصبح لنا B كم يساوي؟ يساوي ناقص
اثنان فقط، ها هو ظهر البي. بعدها ماذا ينتج لنا؟ بعدها لاحظوا ماذا نملك كذلك، أنه اف لواحد يساوي لنا كم؟ يساوي لنا الصفر. فنأتي بالعبارة هذه كذلك ونعوض بماذا؟ بالواحد، هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، ونجعل كم تساوي صفر. لكن لا ننسى أن البي أصبح ناقص اثنان، البي نعوضه بما وجدناه. فماذا ينتج أبنائي؟ فتصبح لنا أ ناقص اثنان في ماذا؟ في أسية واحد في سي، واحد في سي اللي هي سي يساوي صفر. معنى تصبح لنا هكذا أ ناقص اثنان لأن البي قد وجدناه، أ في واحد هي أ ناقص اثنان اللي هو للبي، في أسية سي يساوي صفر. لكن نحن نعلم أبنائي أن أسية سي دائما قيمة موجبة تماما، لأن تحدثنا وأعدنا قلنا الأسية دائما شيء موجب مهما كان العدد الموجود هنا في الأس، موجب أو سالب مع احترام مجموع التعريف. إذا هذه القيمة موجبة، فمن هو الذي يساوي صفر؟ أكيد هو هذا الذي يساوي صفر. لماذا؟ لأن هذا قلنا قيمة موجبة مهما كان. فأصبح لنا أ ناقص 2 يساوي صفر، ننقل هذا إلى هنا، أصبح لنا أ كم يساوي؟ يساوي لنا الاثنان. ها قد الآن وجدنا الأ والبي، بقي لنا السي. نأتي كذلك، لاحظوا جيدا، ما علينا الآن أبنائي إلا أن نقوم باستعمال المشتقة. لماذا أبنائي؟ لأن نحن نتحدث الآن مع أف فتحة. إذا ماذا نقول؟ نقول هكذا الدالة اف قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على ار، ودالتها ودالتها المشتقة هي ماذا؟ هي اف فتحة، بحيث ماذا تصبح؟ نأتي الآن لنقوم بإنجاز مشتقة هذه الدالة. لكن هنا الكثير أصبح يخطئ في عملية المشتقة. لماذا أبني؟ لأن هنا جداء دالتين، مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول. لكن الدالة ما هي التي تصبح لنا بعدما وجدنا الأ والبي؟ أصبحت لنا اف لإكس يساوي لنا الأ وجدنا اثنان، أصبح لنا اثنان إكس، البي وجدناه ناقص اثنان في سي في أسية عفوا في أسية سي إكس. هذه هي العبارة التي أصبحت لنا للدالة حتى نفهم جيدا، لأن الأ وجدناه اثنان والبي وجدناه ناقص اثنان. فأصبح لنا اف فتحة لإكس يساوي مشتق الأول، لأنها عبارة عن جداء دالتين، عندنا اي ضرب في. تقول قاعدة مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول، هكذا تقول. إذا مشتق 2 إكس ناقص 2 أكيد هو 2، إذا مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني، ما هو مشتق أسية سي إكس؟ تقول قاعدة مشتق الدالة الأسية هو مشتق الموجود في الأس، مشتق سي إكس ما هو؟ هو سي. مثلا 2 إكس ما هو مشتق؟ هو 2. كذلك مشتق سي إكس يعني عدد مضروب في الإكس، هو يبقى لنا العدد. إذا مشتق الموجود في الأس في أسية سي إكس، مشتق الثاني في الأول. أعيد، مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني، الثاني هو سي في أسية سي إكس في الأول. لماذا أبنائي؟ لأن حتى تفهموا أنه مشتقة سي أسية سي إكس، مشتق الدالة الأسية هو مشتق هذا الذي في الأس هو سي في العبارة. أعيد كتابتها مرة أخرى حتى تفهموا جيدا. الآن بعدها ماذا تصبح؟ تصبح لنا تساوي، يمكن أن نستخرج الأسية عامل مشترك، تصبح لنا اثنان زائد، نضرب هذا في هذا، تصبح لنا زائد اثنان سي في إكس، ثم هذا في هذا، ناقص اثنان سي في أسية سي إكس. لكن ماذا نملك؟ لكن نملك أن هذا الأمر، أنه اف فتحة لنصف كم يساوي؟ يساوي الصفر. لاحظتم؟ لكن لدينا أنه اف فتحة لنصف كم يساوي؟ يساوي الصفر. معناه نأتي إلى عبارة المشتقة هذه، ها هي أمامكم، ها هي عفوا، لاحظوا سوف نقوم بجلب العبارة حتى تلاحظوا بأم عينكم، ها هي، ونجعلها كم تساوي؟ تساوي صفر. معناه نعوض هنا بماذا؟ نعوض هنا بنصف، ونعوض هنا بنصف، ونجعلها كم تساوي؟ تساوي الصفر. قلت اف فتحة لنصف يساوي الصفر، والاف فتحة ها هي،
ما علينا إلا التعويض في مكان ماذا؟ الإكس في المشتقة بالنصف هنا ونجعلها كم تساوي؟ تساوي، يعني هذه هي هذه، بعدها ماذا ينتج؟ تصبح لنا هكذا 2 زائد 2 سي في النصف ناقص 2 سي هكذا في أسية 1 على 2 في سي يساوي الصفر. أكيد يذهب هذا مع هذا، تصبح لنا 2 زائد ماذا؟ زائد سي ناقص 2 سي في أسية سي أو 1 واحد على 2 سي يساوي الصفر. بعدها ماذا ينتج؟ أكيد هذا الجزء مستحيل يساوي صفر، قلنا الأسية دائما موجبة. إذا عندنا أسية 1 على 2 في سي هذه قيمة موجبة مهما كان العدد الموجود في الأس. تبقى لنا الآن من؟ 2 أولا عندنا هذا سي ناقص 2 سي، كم يصبح؟ سي ناقص 2 يصبح لنا ناقص سي هو الذي يساوي صفر، يعني هذا الجزء هو الذي يصبح لنا يساوي صفر، وهذا الجزء ما هو؟ هو 2 ناقص سي، لأن ناقص 2 سي زائد سي هو ناقص سي. ننقل هذا إلى هنا، أصبح لنا سي كم يساوي؟ يساوي لنا 2. الآن فأصبحت عبارة الدالة ما هي؟ نقول ومنه اف لإكس يساوي الأ وجدنا 2 معنا 2 إكس، البي وجدنا ناقص 2 في أسية السي أسية سي إكس يعني 2 إكس. ها هي أمامكم أبنائي. وحتى تتأكدوا بأن الكلام صحيح يمكنكم إجراء منحنى هذه الدالة، سوف تجدونه نفس المنحنى الذي أعطي لنا في المرحلة الأولى، ها هو أمامكم. أرجو قد فهمتم. ماذا فعلت؟ قمت باستغلال هذه المعطيات التي استخرجتها من البيان فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبنات الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين موجودة أسفل كل فيديو ليصلكم جددنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.